مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، رجعنا لكم بعد الفاصل وحنناقش واحدة من الملفات المهمة جدا تتكلم عن خدمة صحية إنسانية اجتماعية، من أهم الخدمات ويمكن إنها هي تنقذ حياة إنسان، خدمة نقل الدم ومبادرات التبرع. حنتكلم فيها اليوم المشكلات والحلول وكثير من التفاصيل حول هذه الخدمة مع دكتور مهند محمد عثمان، مدير التخطيط والمتابعة للإدارة القومية لخدمات نقل الدم. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا بك في صباح السودانية. مرحبا بكم، صباح الخير وشكرا للاستضافة. مرحبا. هنتكلم بداية دكتور مهند بصورة عامة عن نبذة تعريفية ومعلومات عامة عن خدمات نقل الدم وعلاقتها بوزارة الصحة الاتحادية والمهام والواجبات، يعني بسرعة. وطبعا خدمات نقل الدم الاتحادية هي طبعا إدارة قومية تتبع لوزارة الصحة الاتحادية. من مهام الأساسية هي وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط ومتابعة تنفيذ السياسات عامة، بأنه تقديم الهدف العام هو أصلا تقديم خدمة آمنة مستمرة وتكون على تلبي طموح المقدم. فهي إدارة فيها شقين، فيها الشق الإداري اللي هو بيقوم بتنفيذ السياسات والبرامج، وفي شق مجتمعي هو اللي يعنى بتنفيذ البرامج الموجودة، وهي بتسمى الإدارة البرنامج القومي للتبرع الطوعي بالدم. عشان كده نحن بنشتغل في جانب مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والشركات، ونشتغل مع في الجانب الحكومي مع الوزارات ذات الصلة. نعم، على شقين أو على اتجاهين. على اتجاهين. نعم. طيب إذا تكلمنا يعني تحديدا بتفصيل أكثر عن البرنامج القومي للتبرع الطوعي بالدم، نتكلم عن هذا البرنامج لياته مدى بسد النقص بالنسبة للدم يعني. هو طبعا يعني زي ما يمكن يكون أكثر، نحن دائما في برامجنا وفي برامجنا التوعوية بالذات بنتكلم على إنه نحن الدم دائما هو يعني شو صفة، هو لا يصنع. ودي يمكن تكون من يعني الأشياء اللي بتخلينا نحن دائما في حالة عمل مستمر، إنه نحن نوفر مخزون استراتيجي. والمخزون الاستراتيجي دي واحدة من يعني أكبر المهام اللي بتقع على عاتقنا إحنا كإدارة قومية لخدمات نقل الدم. فالمخزون الاستراتيجي بقع على عاتق البرنامج القومي للتبرع الطوعي بالدم، من حيث إنه إحنا نوفر مخزون بصورة مستمرة. ففيها برامج متنوعة كثيرة، منها حملات جوالة، منها تبرع دائم في كل بنوك الدم الرئيسة الموجودة في كل المناطق السودان. إحنا طبعا إدارتنا هي قومية بتعنى بكل بنوك الدم الموجودة في السودان. نعم، كل الولايات. كل الولايات. هنا طبعا بيكون مشهور للناس وعارفين إنه طبعا بنك الدم المركزي استاك والخرطوم ومدرمان وبحري، فكل المراكز دي وغيرها بتقدم خدمات للتبرع. ويمكن نحن الفترة الأخيرة نقلنا النقلة نوعية، بأنه نحن هل هو الهدف الأساسي أنه نحن نتحول من التبرع الأسري اللي هو بيجبر المريض أو أهل المريض أنه يتبرع في نفس اللحظة. أيوة. نحن بنحاول نغير الحالة دي لتبرع طوعي، تي من تلقاء نفسك توفر تتبرع، وبعد 3 أو 4 شهور تتبرع تاني، تبقى أنت متبرع منتظم، تستفيد من الحاجة دي في مراجعات كثيرة للبروفايل بتاع صحتك وحاجاتك كلها، وتشوف تعمل تجدد دمك، وفيها مشاركة برضو طبعاً. إحساس بالمشاركة ودائما المتبرعين بالدم هنا بتوجه لهم بتحية. هم دائما بيكونوا يعني بيصبروا معانا، حتى إنه المصاعب اللي بيلاقوها بيكونوا هم متحملينها، لأنه عارفين قيمة العطاء وعارفين قيمة إنه زجاجة واحدة بس ممكن نغير لها 3 أو 4 أشخاص. فهي عملية كبيرة. فنحن من مهامنا إنه نحن
نوفر الدم، لانه برضه الدم عنده يعني مشتقات، وهي الدم المركز والصفائح والبلازما والمرسب الجامد. اقصى حاجه الدم المركز يعني بيظل فتره بتاعت 30 ل 42 يوم. فبنحتاج انه احنا العمليه بتاعت الدم تكون طوالي مستمره. نعم. طيب دكتور مهند، يعني بنسمع كثير انه في نقص في 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 خدمات الدم، يعني او في في المخزون الاستراتيجي زي ما انت ذكرتها، ليه؟ يعني الاسباب شنو؟ المشكلات اللي انتم بتواجهكم شنو؟ هو طبعا واحده من الاسباب، هو طبعا النقص دائما بيكون في الفصائل النادره اكثر حاجه. هي الفصائل اللي بنقول عليها سالبه، والناس بتكون طبعا عارفاها، مثلا زي الاو نيجاتيف السالبه، وبعض الفصائل الموجبه في حاله انه الطلب يكون عليها كثير. لكن نحن بنقول انه لانه الدم عنده فتره زمنيه، وانه التبرع ده نتحول لتبرع من اسري لطوعي، ده كله عشان نعمل احنا استغرار للدم، وهو منتج قلنا ما بيصنع، فنحن ما في مصدر للدم الا المتبرع. صحيح. فنحن اهم حاجه عندنا المتبرع ده انه هو يكون مستمر معنا وفي علاقه جيده، ونحن نكون متابعين. عشان كده عندنا وحده كامله اسمها وحده رعايه المتبرع، بتكون متواصله معاه باتصالات، باس ام اس، بالنصائح، حتى في الاعياد. يعني هي العلاقه بتكون علاقه، تصل لعلاقه بعض المرات اسريه، يعني انه يكون المجتمع كله مشارك معه. واحنا حملتنا اصلا دائما بنروج للحملات التشجيعيه، انه الناس تتبرع طوعي، عشان نخلق الحاله الاجتماعيه الموجوده بين عمليه التبرع الطوعي بالدم وإنقاذ المريض والخدمة اللي بيقدمها المتبرع. نعم. وأهم حاجة زي ما ذكرت، الخدمة تكون مستمرة. مستمرة. نعم. إذا تكلمنا عن الشراكات مع المؤسسات والمبادرات، إذا كان فردية أو مجموعات أو منظمات، هل هي منتظمة ومستمرة ولا بتكون في فترات يعني؟ والله يمكن تكون دي من الحاجات الإيجابية الموجودة، ونحن يعني المنظمات والمؤسسات عندها دور كبير معنا. يعني يمكن نحن الجانب الحكومي، نحن بنقول انه خدمات نقل الدم كلها مجانيه. يعني هي رساله انه خدمات نقل الدم هي مجانيه، وهي ما بتدفع مقابلها اي مقابل مادي. احنا دائما بنقول انه الدم مجانا لا يباع، ودي احنا قوانيننا واضحه فيها، وباي صوره من الصور، لو دم او مشتق او اي حاجه. فنحن بنسعى ليه؟ لانه اصلا هو مدعوم من الدوله بكل المستلزمات. وهي مستلزمات الدم هي شويه، هي اسعارها يعني شويه هي مرتفعه. بيجي الشق الثاني، هو الشق انه لو ملاحظين الناس بتلاحظ انه في حملات الجوال وفي العربات الجواله. فالعربات الجواله والحملات وتنظيمها يقال انها توقفت يعني مؤخرا. لا بالعكس، نحن يمكن خاصه من ديسمبر الى الان، يمكن نحن الاداره اللي بتظل لنا هي على الدوام في حاله 24 ساعه شغال. يمكن نحن الاداره يعني ما نقول يمكن، لكن في السودان نحن الوحيدين ما توقفنا. يعني احنا خدمتنا لازم تكون موجوده، لانه هي خدمه موجوده للحياه. يعني في من ديسمبر الى الان دي الاداره الوحيده لنا هي ما توقفت لاي سبب. جميل. حتى الـ الكوادر العامله يعني في احلك الظروف كان بيتصل وتأدي واجبة. عندها فوائد كبيرة طبعا الحملات المجولة. طبعا. فنحن بنقول إن المنظمات، أنا هنا بوجه لهم تحية كبيرة. تحية لهم. صدقات وتداعي وزلال الرحمة وأطفال السرطان وشارع الحوادث والمؤسسة الكبيرة السوداني عندنا معها برضو شراكة كبيرة، وحتى القنوات الأخرى برضو عندنا في الإعلام شراكة هي ممتدة، لأنه هو الجزء الإعلامي هو جزء كبير جدا للترويج للحملات، لنشر الثقافة تحت التبرع الطوعي، مجانية الدم. فنحن الآن في بنقوم بحملات خلينا من يوم 24 لغاية يوم 29، هي دي حملات كل المنظمات مشاركة فيها. نعم. وهي دي واحدة من الحاجات اللي احنا برضه نرفع بها المخزون الاستراتيجي للدم. نعم. فبنرفع حمة الناس وننشر الثقافة وبنخلي الآن هي التبرع شغال من 24 لغاية 29 في بنك الدم المركزي استاك، يعني من هنا بدعو انه الناس برضه تحاول تجي، ونحن بنكون في استقبالهم ان شاء الله، هي تحت شعار فداك دمي.
نعم، في الظروف الفائتة يعني كان في حالات كثيرة جدا محتاجة للدم طبعا بطبيعة الحال الثورة السودانية. هل لبيتوا النداء وكان يعني الدم متوفر ولا كان في إشكالات بحكم إنه الحالات كانت كبيرة؟ نحن بحمد الله وتوفيقه إنه في فترة الأحداث، ما الأحداث الأخيرة، أنا متأكد من ديسمبر، ديسمبر دي علامة مميزة في تاريخ الشعب السوداني. من ديسمبر نحن لجانا نحط في حالة طوارئ دائما، يعني أي طلب على الدم نحن بالنسبة لنا هاجس لأنه حياة مريض. صحيح. فمن ديسمبر حتى الأحداث وحتى لما كان يعني المواكب اللي بتسير والإصابات اللي بتحصل وحتى الوفيات اللي ما الحمد لله بحمد الله ما حصل وفاة بسبب نقص في الدم. يعني حتى الأحداث كان في مستشفى أم درمان كان الدم متوفر. حتى التداعي للجانب المجتمعي وحتى أنا بحيي هنا الزملاء في أخصائيين المختبرات الطبية اللي كانوا في مستشفى أم درمان ولبوا النداء وعملوا على فصل الدم ومشتقاته وتقديم الخدمة. المستشفيات الخاصة برضو قامت بدور كبير وحتى زملائنا الموجودين في رويال كير والمعلم والساحة دي كلها كانت بتقدم الظروف في تنسيق تام مع الإدارة القومية لخدماتنا للدم وبنك الدم المركزي بأنه نحن نصل، نحن إسعافاتنا كان بتصل وتودي الدم ذهابا وإيابا في أحلك الظروف. في أحلك الظروف تحية لهم والله كلهم شباب. كنا بنشتغلوا وتيم مع ما أتكلم عن التيم بتكلم من المدير ومرورا بالكادر العامل والسواقين والعمال كلهم ديل بيكونوا في حالة يعني استعداد كامل لأنه دورهم مهم. طبعا التحية لهم والله كلهم يعني الكوادر العاملة في مجال نقل الدم، وتحية لكل المنظمات والمبادرات الطوعية في مجال هذه الخدمة الاجتماعية والصحية. حنتابع جزء من فيديو ده طبعا فيديو بالرسم الكاريكاتيري بيوضح أهمية التبرع بالدم، وهذا الفيديو دكتور مهند عبارة عن دعوة لكل الناس والمتبرعين والمتطوعين بأهمية نقل الدم، يعني أنه هو ممكن ثانية واحدة تؤثر على حياة إنسان. طبعا والله لو تحتاج فرصة أنه برضه نشكر مخرجنا صلاح ودائما الناس اللي بيشتغلوا معنا في خدمات نقل الدم بأنه طواعية بيجونا وبيقدموا برامج زي دي. احنا الفيديو ده كان عرضناه من ضمن الروج وفيديوهات كثيرة تانية ده كان في اليوم الوطني للتبرع الطوعي بالدم، ومن هنا بحب انه هو حيقوم في 14/7 الجاي. 14/6 هو اليوم العالمي للتبرع 14/6 هو اليوم العالمي للتبرع الطوعي بالدم في العالم، في العالم. كله 14/7 نحن خصصنا يوم وطني للسودان. يا سلام جميل. وكان السنة الماضية هو أول عام ندشن فيه بشراكة مع سوداني، أجيه لهم هنا برضو تحية. هو داعم رئيسي لبرامجنا برضو مع المنظمات الأخرى. والتحية برضو لكم أنتم طبعا تحت الفرصة. تسلم. نحن دي الرسائل اللي بنقدمها بأنه نحن الدم في كل، عشان كده احنا كنا شغالين في كل الظروف. الدم نحن ما نعرف منشين منه وندي منه، نتعامل بالدم كدم، فهو بواحد لا عرق لا دين لا لون لا جنس لا كل الأشياء الممكن تفرق الناس، نحن هنا الدم بي واحد، فهي رسالة قومية. طبعا على كده دكتور مهند الإعلام مهم جدا بكل جداً الوسائل جداً، يعني إذا كان عن طريق هذه الوسائل، إذا كان عن طريق السوشيال ميديا، إذا كان عن طريق القنوات الفضائية حقيقة. ونحن أنا بحب أنبه برضو إنه نحن الآن الحملات الموجودة دي هي بالتعاون مع المنظمات، يعني فيها شعارات كثيرة بيدمي ودمك ننقص حياة مريض، بيناتنا حب ودم، غطر الدم تنقذ حياة، يعني ثلاثة يعني تخيل إنه قزازة واحدة أنت بتتبرع بيها ما بتأثر معك كثير، لكن تأثر مع غيرك، طفل موجود محتاج، مريض بتاع سرطان عافانا الله وإياكم وشفاهم، وحالات تحت الولادة والوفيات، ودي نحن من الحاجات الكبيرة نحن بنسعى إنه نحن نخفض معدل وفيات الأمهات بحالات خاصة حالات فقد الدم، فدي من نحن برضو الدور الكبير بنقوم به، ما هنا بس في الولايات وفي الأطراف اللي ممكن الناس ما تصل لها، لأنه حكاية بتاع طول المسافة السودان شاسع طبعا. طبعا طبعا صحيح. مسافة ممكن عشان فقد دم ممكن حياة تروح بسبب حاجة زي دي. نعم. فهي العملية كبيرة
والعمل كبير. ونحن دائما بنسعى في البرامج. البرامج دي الان احنا من 14/6 اليوم العالمي لغايه 14/7 بتكون دي نحن في حاله بتاعت فعاليه. طيب تحديدا 14/7 هو قرب يعني. نعم. كلمنا عن اليوم الوطني حيكون كيف؟ هو طبعا فوائده طبعا يعني طبعا طبعا احنا بنستغل اليوم الوطني. الهدف العام انه نحن نعكس ونبرز ثقافه التبرع الطبيعي بالدم ونعمل حاله بتاع الشراكه بينه وبين المجتمع نزيده ونقويه ونعمل اشاره ونلفت انتباه المجتمع كله والمنظمات والايادي الصديقه اللي ممكن تمتد ان هي تلاحظ انه في عمل جبار وفي رساله كبيره احنا بنقوم بها. واليوم الوطني السابق كان بمشاركه كل قطاعات المجتمع فنانين وشعراء وعاملين وموظفين و كل فئات المجتمع. كل فئات المجتمع عشان نتأكد دم ده نحن يعني بيربط كل الشرائح مع بعض. ده دليل وعي صح يا دكتور مهند. نعم. يعني ثقافة تبرع الدم أصبحت منتشرة جدا وأصبح في وعي كبير جدا بأهمية هذه الخدمة يعني في السودان. والله الوعي ده ولا لسه محتاجين؟ لا يعني أنا شايف إنه يمكن يكون يعني إحنا نكون صريحين يمكن التقصير يمكن يكون مننا أكثر في الوصول لكل الشرائح. لكن متى ما الشعب السوداني متى ما انت وصلت له وطرقت على بابه بلب النداء. صحيح. يعني في كل الازمات في كل الاحداث دائما بيعتبر يعني بطبع الشعب السوداني بكرمه وجوده الموجود المتاصل فيه. فاي حوجه لنداء بتلقى انه يعني احنا بعض المرات بيجي مريض وهو بيجي مريض داير يتبرع لقريب له فلما يلقى الدم يتوفر له فيقول خلاص انا حتبرع برضه لاي مريض ثاني. صحيح. فدي حاجات موجوده وامثله وقصص كثيره موجوده. حسي الفترات اللي فاتت القريبه دي يعني احنا وصلنا لدرجه انه احنا يعني بقينا بنرجع الناس بلطف لانه السعه التخزينيه بقت ما بتتحمل انه احنا يعني وبعدين يعني بقينا نوزع ونعمل تغييم للتبرع تاني لانه التدافع كان كبير في الفتره اللي فاتت ودي من الحاجات الايجابيه. واشتغلنا احنا اشتغلنا في الاعتصام الموجود كان برضه لرفع الوعي. نعم. ورفع والفصائل السالبه برضه لان عندنا ندره في الفصائل السالبه. وانا بوجه كل هنا بتجه للشكر للمتبرعين ذوي الفصائل السالبه بالذات والموجبه على العموم انهم هم دائما في الموعد متى ما اتصلت عليهم في كل الظروف بيصلوك لانه يكون عارف قيمه الفصيله اللي عنده دي وحوجتها. يعني احنا وصلنا ل في من ديسمبر الان ل 19,000 مضبط. ده عدد كبير جدا جدا. وقريب 17,700 زجاجه او 18,000 زجاجه. دي كلها الزجاجة الواحدة يعني تبقى مشتغلة 3-4 فده عدد كبير جدا. ده جهد جبار قاموا به زملائنا في كل القطاعات وحتى المستشفيات الكبيرة كانت في الموعد فقامت بدور الكبير في انها تستقبل المتبرعين وتعمل عملية التبرع الطبيعي. أنا هنا بتوجه لكل الناس من غير يعني تخصيص. نعم. العمل كان عمل, عمل عمل كبير جماعي جدا. كان كبير. نعم. إذا تكلمنا عن مراكز الدم انتشارها وجاهزيتها لعملية التبرع ونقل الدم. نحن مراكز الدم عموما هي منتشرة في كل السودان على مستويات مختلفة. على المراكز الرئيسية زي بنك الدم المركز ستاك ده رئيسي اتحادي خدمته انه تقديم التوجيه التبرع الطبيعي عموما وتقديم الخدمات الثانية من تدريب وتأهيل واشراف وتطبيق. المستشفيات الكبيرة هي فيها بنوك دم رئيسة الخرطوم وبحري ومدرمان وكل عواصم الولايات بالإضافة للمستشفيات. يعني المستشفيات برضو فيها كلها بنوك دم وممكن تستقبل تبرع. فنحن أي مستشفى قريب لك أو أي ممكن تمشي تتلقى الخدمة تحت التبرع عادي إذا كان طوعي ولا أسري. ونحن بنحبذ التبرع الطوعي أفضل وهي فيها فوائد كثيرة جدا جدا. نعم دكتور مهند يعني زي ما ذكرت إذا تكلمنا بصورة تفصيلية وعلمية أكثر عن فرز الدم يعني أنت زي ما ذكرت في عنده مشتقات. هل هذه العمليات معقدة ممكن أنها تعيق عملية الوصول الدم أو
التبرع بالدم للمريض لأنه طبعا هي بتكون حالة حرجة. يعني اشرح لنا العمليات دي شوية. هي طبعا يعني بصورة مبسطة عشان المشاهد يكون متابع. هو الدم نحن بناخده من المتبرع في عملية بتاعت المتبرع بيتم استقباله وبيملأ فورمة أو استمارة هي موجود فيها أسئلة تتعلق بالحالة الصحية بتاعته بمعلومات الخاصة ممكن يصلوا بها له. بيتم عليه كشف سريري يتأكد من حالته الصحية العامة ويتم له يشوف الضغط والوزن والنسبة بتاعت الهيموجلوبين. بعد ذلك عملية كلها بتتم 10 دقائق لربع ساعة تنتهي العملية بتاعت التبرع العادية. هنا نحن علاقتنا مع المتبرع بتبقى مع رعاية المتبرع بتتواصل معه. أيوة. عشان بعد ذلك لمزيد من الفحوصات ونتائجه للفحص وممكن يبلغ بنتائجه انه نتائجه كلها سليمة وممكن يجي يعاود الاتصال وتسكيره انه يتبرع. هنا تاني بتبقى مرحلة انه الزجاجة تحت الدم دي بتمشي بعد ده معامل متخصصة. ففي معامل بتنزل هي ما بتاخد يعني هي خلال اليوم بيتم فرز الدم للبلازما هي المواد السائلة الموجودة في الدم وصفائح دموية. لو ملاحظة انه الطلب على الصفائح كثير فالصفائح الدموية دي برضو موجودة. وبعد ذلك الدم المركز وبعد ذلك في حاجة اسمها المرسب البارد مثلا مرضى الهيموفيليا والأمراض الأخرى. العملية دي هي معقدة لكن ما معقدة بالصورة ممكن تعيق لأنه إذا موجود نحن متوفر لنا الحمد لله الكوادر الطبية الكوادر اللي هي متخصصة ومتأهلة وعندها خبرة لأنه بروك الدم تختلف دائرة كوادر معينة متخصصة في المجال ده تعرف لأنه برضو التكنيك أو العمل محتاج لمهارة يعني بتختلف من هنا. فعشان كده إحنا بنهتم بعمل التدريب المستمر ورفع والجودة نعم بصورة مستمرة. في نفس الوقت إحنا عندنا برضو بنحاول ندخل التقنيات الحديثة. يعني الآن يمكن السودان من الدول يعني في ظل الظروف دي كلها السودان عندنا جهاز يسمى الإيفريسيس اللي هو فصل الصفائح أو فصل الدم الآلي. يعني هو بيشبه جهاز غسيل الكلى. فالمتبرع بيجلس نحن دارين صفائح مركزة بس نطلع هو الجهاز عنده القدرة إنه يعمل حسابات كالكوليشن للناء الوزن والطول والنسبة ويطلع إنه ممكن نشيل منه كم وحدة تاع الصفائح. جميل. ونظام أهم ما في الموضوع ده إنه النظام ده مغلق كلوز سيستم مغلق يعني ما في عدوى ممكن تجيه وهو ما بمر بالجهاز. أهم حاجة السيد ده بيتخطى وطوالي بيحصل له يبقى يعني مثلا كنت عايز اسالك انه كل الدم اللي بيتم التبرع به بيكون هو نافع ولا ممكن عن طريق عوامل او بسبب عوامل اخرى انه ممكن نفقد دم يعني عن طريق انه هو غير صالح يكون غير صالح؟ طبعا اكيد في جزء بيكون غير صالح والغير صالح ده بيتم اباته ويتم فرزه وده دي عمليه في جسم متخصص في الكلام ده ويتم حتى التخلص منه. التخلص من النفايات الطبية بيختلف من التخلص من النفايات العادية. بيكون الأسباب شنو اللي إنه الدم يكون غير صالح؟ والله هي بعض الأمراض الممكن يعني مثلا زي أمراض الكبد الوبائي نحن ما بنقول الدم أمراض الـ HIV الإيدز والأمراض الزهري ديل نحن بنبعدهم من إنه الدم ده يعني ما لا ينقل. وبعض الأشياء اللي بتحصل في التكنيك مثلا الدم ماشي وحصل له أي حاجة أو يتفتح مثلا الجهاز فتح الدماء دي يعني ما ينفع إنها هي تستخدم. فدي من الأشياء كلها أن إحنا طبعا في جودة عالية وبأجهزة عالية بيتم الفحص بها عشان نتلافى حكاية نقل الأمراض المعدية. جميل والله مجهود كبير جدا بتقوموا به وبيقوموا به الشباب إن شاء الله ربنا يديهم الصحة والعافية. خدمة صحية مهمة جدا نتمنى إنها تكون منتشرة بصورة أكبر والوعي ينتشر برضو بأهمية التبرع للدم وتكون هذه العملية مستمرة زي ما ذكر دكتور مهند. إذا تكلمنا عن حملة فداك دمي تكلم عنها بصورة تفصيلية شوية. فداك دمي نحن قلنا إنها من 24 إلى 29 24 الموضوع لغاية 29 في مسجد يوم الجمعة مسجد الفتح في الصحافة برضو حيكون في ضمن الحملة في حملة
كبيرة برضو ضمن البرنامج. البرنامج هو من ضمن الأنشطة اللي احنا بندفع بنعملها إلى أن نصل ليوم 14/7 اليوم الوطني. وهو عبارة عن تمرين بنعمله دائما احنا من 14/6 لغاية 14/7 بنعمل زي تمارين إعلامية ومناشط فعاليات في خضم من لغاية نصل لأعلى البيك بتاعنا 14/7. فنحن كده. وبرضو نحن عندنا متبرعين برضو يتبرعون 13 و14. الموضة نحن برضو بنشكرهم لأنه دعيناهم وصلت زجاجات ل1200 زجاجة. فدي برضو من القيم. يعني سؤالي كان إنه هل بتلقوا استجابة؟ نحن نلقوا استجابة دائما في أي وقت. جميل. التحية طبعا للمستجيبين للتبرع بالدم، ودي شيمة وميزة الشعب السوداني بأنه هو يلبي النداء في كل الخدمات الإنسانية والاجتماعية، وبالتأكيد مجتمع مترابط. نتمنى أنه دائما مجتمعاتنا تكون مترابطة في السودان. مبادرة من دمنا عشان بلدنا، نتابع هذا الفيديو نتراجع. يا سلام، كتر خيره الأنغز غيره، ودمك حياة لغيرك. دي من الشعارات الجميلة جدا للحملة دي دكتور. تكلم عنها. التحية لمنظمة الصدقات وبالذات الأستاذة طغوة. ولا طغوة، شكرا لك كثير. وكمبال بتعاني معانا وبتشتغل لكل القائمين على منظمة الصدقات. ومن دمنا عشان بلدنا، لو لاحظت في 1 2 3 4 5 خمسة دي 5 سنوات. ها ما شاء الله تبارك. فبنقول لهم لأن الصدقات مزيد من السنوات إن شاء الله. 5 سنين درب الريد معاك أخذ. إن شاء الله يعني. فشكرا اليوم كثير. أنا والله بجد يعني الكلام في الاستوديوهات ما زي المعايشة على الواقع. في لما تيجي تلقي الشباب وتلقي التفاعل وتلقي العطاء من غير مقابل ومن غير هدف، بتحس بقيمة إنه في عمل حقيقي بتقدم. صحيح. وده بيدينا دافع إنه نحن نقدر نشتغل أكتر ونشتغل برضو للبلد يعني. طبعا بالتأكيد. التحية اليوم زي ما لاحظنا في الفيديو إنه في نجوم مجتمع شاركوا في هذه الحملة من ضمنهم طبعا زملائنا محمد عثمان ورويدة. التحية اليوم أهمية مشاركة نجوم المجتمع في هذه الخدمة باعتبار إنه هم بيكونوا قدوة ومحفز لبقية فئات المجتمع يعني. هي طبعا دي صبغة عالمية يعني. كل نجوم المجتمع الموجودين هم عبارة عن بصورة أو بأخرى مثل أو قدوة بيحتذوا بهم، وفي عندهم فلور كتير ناس متابعينهم وناس. فمشاركته بدعم في الناحية الإيجابية من السلوك الإيجابي الموجود في المجتمع، بحس على إنه الناس تدافع على الأشياء الإيجابية في المجتمع لو كان في التبرع على الدم أو كان على الأشياء الأخرى. عشان كده إحنا في اليوم الوطني للتبرع بالدم كان نحن عندنا نجوم المجتمع الظاهرين على الشاشات، وبرضه في فيديوهات ان شاء الله نحاول نحن نعرضها لو تحت لنا فرصه في حلقات ثانيه. حتى العاملين في المطاعم وفي الشاي، ستة الشاي وفي الدقه، ديل كلهم هو نجم مجتمع في مكانه. صحيح. وسط حلته وسط ناسه وسط كده بيقوم بدور مهم. بيقوم بدور بدور المهم. فنجم المجتمع نحن والله يعني ما حصل طرقنا بنجم من النجوم وهو امتنع. دائما هم سباغين، ودائما يعني كل فيديوهاتنا وصورنا والبروشور الموجوده دي كلها بتلقي فيه ان هم مشاركين. ومن هنا الدعوه موجهه لك انت برضه. نحن معاكم كلنا ان شاء الله. كل الناس ان شاء الله. كل الاستاف معاكم ان شاء الله. كل اسره سوداني 24. يعني دكتور مهند برضه في قبل الفاصل قلت لي عايزين نركز على حمله دمي فداك. دعوة لكل المبادرات للحملات للمتبرعين لكل الجهات الطوعية بأنهم هم يشاركوا في هذه الحملة لأنها هي الحالية. هي الحالية طبعا. هي طبعا دي كلها حملات أقيمت وحتقام يعني من بلدنا، من دمك عشان بلدنا. ودي كلها دي أصلا هي مستمرة وكذا. الآن الحملة الموجودة دمي فداك وفيها كل المنظمات مع بعض بتجتهد إن هي تخرج ترفع المخزون الاستراتيجي يعني ترفع مستوى النشاط الموجود. فنحن يعني هي بنتوقع لها انها برضه النجاح كسابقاتها. و برضه ما عندها حاجه نقول انه نشكر انه الان الناس نحن قاعدين هنا هم شغالين هناك بيحاولوا
يقفوا على القائمين على الأمر هناك. نعم. من منظمات ومن إدارة خدمات نقل الدم بكل مستوياتها. نعم. طيب نذكر برضو بأهمية المشاركة في يعني اليوم العالمي للتبرع بالدم واليوم الوطني تحديداً 14/7. 14/7 هو اليوم الوطني السوداني الصرف الخالص حقنا نحن السودانيين. حيكون برضو فيه احتفالية حتعلن عنها وحيكون فيها ترتيب، وإن شاء الله تكونوا معانا وكل كل الناس نحاول نرفع الوعي. نحن دائما بنقول رفع الوعي في كل المجالات. نعم. نحن همنا انه الوعي ده يرتفع. الوعي هو الاساس. الاساس في كل المجالات، اذا كان طبية ولا كان مختلف الحياة. رفع الوعي معناتها نحن ماشي تطور، تقدم، ازدهار، استقرار. بالتأكيد. نحن بنشكرك جزيل الشكر دكتور مهند مدير الإدارة أو مدير التخطيط والمتابعة الإدارة القومية لخدمات نقل الدم. كنت ضيف عزيز علينا في صباحة سودانية وقدمت معلومات مهمة جدا، ودعوة مرة تانية لكل المتبرعين بالدم بأنهم هم يكونوا على تم الجاهزية والاستعداد في أي وقت إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، بالتوفيق لكم. شكرا لكم. وبنقول تاني أبو غراب تعالوا لنا في بنك الدم المركزي استاك، نحن مستعدين وحبابكم ألف. شكرا جزيلا لك. نتواصل معكم مشاهدينا في صباحات سودانية بعد الفاصل، خليكم قرب.